نبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عايز ابدا احط الاول كبد الفراخ دي تتسلق عشان تاخد وقتها وعايزه تبرد عشان هنشوف هنعمل ايه. مش عايز احطها في اللقمه وهي لسه طالعه من الميه عشان ما تبوش اللقمه عندي. طيب خلينا نعمل ايه؟ ماشي، هناخد اللي بيغلي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصلايا، جزرايا، حته جنزبيل، اي حاجه تدي ريحه حلوه في السلق، وده مهم جدا. وكمان بالمره ممكن ندي عندنا حته قرفه، ورقه غار، حبتين حبهان، فلفل حصى. اهم يا استاذ شايفهم، انا ثابت والله، اهو شايفهم. اكيد الحاجات دي هتحل التست جدا، وهو ده المطلوب اثباته في سلق الحاجات اللي ممكن يعني يكون فيها قلق شويه. بسم الله. كده ونسيب الكلام ده كله ياخد وقته خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه. كبد فراخ مغسوله، ونصيحه طبعا قبل ما اكمل بس او اخش على الطبق الثاني، الكبد الفراخ بيبقى دايما معاها القلب. طيب بفتح القلب بالسكينه الصغيره وبطلع منها عرق صغنن كده زي اللي في ظهر الجمبريايه، بس ده لون وده لون، بس ده مهم جدا يتشال. طيب كبد الفراخ من بدايه الطريق لو مش تمام ما نكملش. يعني ايه ارميها؟ لا، في حاجه غلط، ما اتغسلتش كويس، في حاجه زفره بالبلدي. طب نعمل ايه؟ نعمل السلقه المحترمه المظبوطه. اولا ما احطش الكبد في الميه السخنه فيها اي ميه او اي حركات، دي هتبوظ لي الدنيا. هتبوظ لي. طب يا شيف، ما هو اصلا انا مش هستخدم المرقه. يا فندم انا مش عايز مرقه، انا عايز سلق حلو، عايز المرقه اللي سلقت لي كبد الفراخ ما تكونش زفره. ازاي؟ يبقى مرقه نظيفه على جنب بتغلي، وحاجتي مغسوله مره واتنين وعشرة ومتنظفه، وزي ما انت بتعمل حضراتكم بفتح القلب بتاع الكبد واشيل منه الحاجه اللي هي الغامقه دي، وبعد كده ببقى الدنيا عندي نظيفه وعينيا شايفه كل حاجه كويسه. ابدا اسلق يطلع معايا بالمنظر ده اهو. بعد كده تمام. ايه؟ اؤمر. انت بتوقفني عشان تقول لي تمام؟ لا لا لا، وقفتني. صور، اخرج، يعني انتشر في المطبخ، مالكش دعوه بيا. يعني انت بتلف، يعني مش هم يعني. طب ما تيجي تقف معايا يا ابراهيم وخلاص وخلصنا، والنبي والنبي تعالى. ثلاث دقائق الاذان ده موضوع تاني، ما تحاولش تهرب منه دلوقتي. انا بكلمك في حاجه، توقفتني وانا بشرح اكلي. سيب يا دام انت حابب المطبخ قوي وعجبك الفكره، طب سيب الاخراج، وانا انت عارف انا هعمل ايه في الاخراج، انت فاهم كل حاجه. تعالى يا عم اقف جنبي هنا واطبخ عادي، هسيبها لك واطلع انا اخرج. ما تحاولش نلعب مع حد، معلش. طيب ما تطناش يا عم، كل شويه تقول لي تمام، لا حلو قوي، لا مش انت بتعمل مجال يعني في الموضوع. بص بص الكبد، تعالى يا بيه، هنا ده الشغل اللي احنا بناخد يعني بنشتغل عليه. بص تسويه كده، الريحه حلوه، ده المطلوب. طيب وبعدين يا شيف، هجيب عندي حبه فلفل اسود برضه تاني، وتاتش حبه هنا على الوش، والنبي جربوا الطريقه يا جماعه مش هتخسروا حاجه. طيب وبعدين سنه زيت زيتون على النظيف بقى، فطاسه حلوه. بسم الله، شوف زيت الزيتون. واجي هعمل ايه بقى زيت الزيتون الحلو ده بقى؟ هجيب عندي، بص فاكرين البوكي جردون اللي سرقنا فيه؟ بص فاكرين ده؟ اهو. اصفي حاجتي كويس كده، بسم الله بسم الله، واعمل كده. شكرا. زيت زيتون بس، وايه تاني يا شيف؟ ولا حاجه، سيبها قدام عينيا شويه كده. هنا زيت الزيتون ريحته عاليه، وهديها كمان من عندي فص توم، بس كنت احب ان هو يكون مش مفروم عشان ما يتحرقش بسرعه معايا، بس سيبها مش هتخسر حاجه. كده اهو، وبص هو فيها كمان فص التوم اهو، الحمد لله ربنا كبير والله. بص فص التوم اهو شايفه؟ والحبه هنا اهو شايفه؟ مفيش مشكله، سيبهم لي قدام عينيا كده وانا شغال، واشوف بقى التسويه بتاعت الحلوه والالوان. طب هتديها حاجه ثانيه؟ طبعا هتديها حاجه حلوه. ايه بقى؟ حبه بهار حلوين كده على الوش كده، وسنه سماق النهارده برده دوره حلو مش كتير برده تيست، وحبه بهار حلوين، وتاتش ملح، وهدي تاتش هريسه، والثوم في النهايه عشان ما نسهبش قدام عينيا. عايز احط بقى انا فلفل حار، اعمل انا عايز اعمله، بس انا شايف النهارده الحكايه هتروح على حته الهريسه اكتر. بصلايه السلق الحلوه، بص عامله ازاي يا ابراهيم، النظيفه الحلوه دي نفعتني دلوقتي. ما هو ده اللي بيروح يحطوا عليه، ان لو نبدا الشغلانه في اي حاجه حلوه كل حاجه فيها. بص حتى الفلفل الحصى شايفه اللي واقع ده مش هيخسر معايا، كل الحاجات دي كلها مديني ريحه حلوه، والقرفه اهي حاجه يعني معلش. الحاجات دي انا اصلا انا مشكلتي يا جماعه والله ان انا انف قوي في حته الاكل عامه، ما اعرفش يعني انا فاجئتكم بده ولا لا، بس الحاجه لو ريحتها او عينيا مش عجباني انا من الناس اقطع اكل وشغلانتي، بس ممكن عادي جدا اجامل
وبس يعني ايه ببقى من جوايا مش جريء على الاكل. تعال اقفل بقى السندوتشات اللطيفه دي ونشوف اللي في الفرن ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. طيب الكبه دي لازم تتصفى. العيش زي ما اتفقنا مع حضراتكم، العيش الصاج او العيش اللي هو الرقاق البلدي بتاعنا، لو جاي لي ناعم زي ده ما اقدرش الف مره واحده كده، وارد ناعم. ليه بقى؟ هوضح بس حضراتكم عشان لو في البيت مثلا جالنا ايه الحل؟ ان ده لو بس ندعت ميه جت فيه هتقطعه. بص عامله ازاي. طيب ايه الحل؟ خلاص انا ده جالي البيت خلاص دلوقتي، يعني مش هينفع ارجع الموضوع ولا اعمل اي شيء. هعمل كده، بص كده يا استاذي معايا، ده الوش، ده الظهر، وده الوش اللي هشتغل بيه. هعمل كده واروح جايب دي كده، تقلت انا هنا، خدت بال حضرتك؟ تقلتها، وهبدا هجيب عندي الكبد. بص الكبد عامله ازاي، كده كده. عايز احط عليها ايه بقى الكبده دي؟ اللي نفسي فيه، عايز احط طماطم، عايز احط بصل، تمام. انا شايف اديها تاتش هريسه بسيط جدا، لو حبيت ما حبيتش يعني خلاص الموضوع سيمبل قوي. كده اللي هو يبقى صوص مش اكتر. واجي ان انا ده الصراحه عامله للكفته، ولكن ممكن برضو هاخد كده يدي برضو نفس مختلف، تاتش كده كمان من السماق، وراح اعمل كده، شوف كده، وراح قافل دي كده، وعامل دي كمان كده، واجي امشي بالراحه كده كده كده، متشكرين. ادي اللقمه بتاعتي. تاني نرجع تاني نعمل كده، ونعمل كده، وهنجيب عندنا الكبده كده، ريحتها رائعه نظيفه، مفيش اي حاجه فيها، مفيش قلق، اهم حاجه القلق من الحاجات دي بصراحه. كده اروح عامل كده، قافل الاول كده، وقافل دي كمان كده، وجاي عامل كده، شوف كده كده، اصبح اللقمه عندي مقفوله من هنا ومقفوله من هنا. تاني والكفته هتبقى نفس الكلام، بس الكفته هعمل لها بقى حبه فرواس كده حلوين، او حبه خلطه بالبصل، هنشوف كده. لقمه ناعمه جدا، يبقى التعامل معاها بالشكل ده. وبرده عايز احط فيها زي ما اتفقنا اي شيء انا معاك، بس انا مش عايز يعني اخلط الامور باللي هحطه في الكفته دلوقتي. الكفته هديها بقدونس وهديها بصل وهديها حاجات، مش عايز كله بس يبقى رايح في نفس الطعم، ده المقصود من الكلام كده. كده اروح اعمل كده. لو كان ماسك نفسه شويه كان هيفرق كتير، بس بدل كده مش همشيه برضه. سندوتشات كبده فراخ بسكه مختلفه. شيل بقى طبعا اي حبه هنا تقع قدامنا، فلفل اسود حصل قدامنا، الحاجات دي ما ينفعش نسيبها في السندوتش عشان احنا مش شايفين حاجه. فهناكل ممكن نتضايق لما يجي بقنا حبايه حبايه، ودي بتبقى حظ غالبا اللي بياكل يا حبيبي، بيبقى دايما يعني الشوربه كلها او الاكله كلها فيها حبايتين حبايه، وفي واحد حظه حلو اللي بيلاقيها، يعني بتبقى حظ بقى، فبلاش احسن نحطها عشان ما حدش يتضايق. تمام، حاضر حاضر يا عبد الرحمن. الو يا عبد. طيب كلمنا تاني يا استاذ عبد الرحمن. محمد باشا. الو الو استاذ عبد الرحمن، يا استاذ محمد. طب كلمني تاني يا استاذ محمد، مش معايا والله ما سامعه. الو ايوه يا استاذ محمد. ايوه صباح يا نبي. انا سامعك يا فندم، صباح الفل. ازي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله كله بخير، اخبارك انت ايه حبيبي يا برنس؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يعزك تحت امرك. انا مسميك مارادونا الملاءه، مارادونا المطابق.
حبيبي ربنا يخليك بجد والله. خد بالك انا من الناس اللي بتحب تعمل اكل ولعيب يعني في شغلي حبيبي، ربنا يعزك، ده من ذوقك والله يا حسن. الله يكرمك. انا كنت بتصل بيك بس عايز اسالك على في صلصه بتتعمل جنب الدقه جنب الكبسه اسمها الدقوس ولا مش فاكر اسمها ايه كده. تقوس. مظبوط مظبوط. حاضر. حاجه تانية يا فندم؟ اه ربنا يخليك يا حبيبي. صباحك حبيبي. كله هنا وتسلم لمكالمتك وشكرا لمكالمتك. شكرا يا فندم. حاضر هنا تعالى يا استاذي. مش هبوظ كل حاجه. بص التسويه عامله ازاي. شوف 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 فاهمين قصدي ايه. بص شايف التسويه تمام. بص الخلطه بقى البصلين اللي عملناها. شوف مش عايز ابوظ شكل الصينيه. بس بص المنظر حاجه بيتي. بص اللون معلقه الزبده اللي حضرناها او السمنه عملت ايه. طبيخ ده الاكل. نعمل ايه بقى؟ نطلعها كده على طول وجمناها ايه حبه رز حبه وحبه اهم. شكرا.